هناك شيء جديد دخل على هذا العلم وهو التكلف، ويرى أن هذه من الأشياء التي تتنافى مع جمال القرآن وجمال الإسلام وجمال الدين يعني. ويرون أن في هذا شطط، وربما يكون يعني لديهم بعض العذر لأنهم لم يتعلموا. ونحن نلاحظ في كافة فهارس العلوم الموجودة في المكتبة الإسلامية والمنقولة لنا، نجد هناك تكلف شديد جدا يفوق الوصف، وهو ممتد تاريخيا وعمليا في حياة البشر، ليس فقط عندنا في بلادنا بل في كل البلاد. خذ مثلا علم النحو. علم النحو هو من أجمل العلوم، وهو ركيزة من ركائز العلوم الموجودة في اللغة العربية، ومع ذلك فالتكلف فيه ظاهر جدا جدا جدا. لنأخذ مثالا بسيطا معروف عند كثير من طلبة العلم، الشاعر المعروف اللي هو المتنبي، انبرى له أحد علماء اللغة العربية القدامى المعروفين وهو أبو علي الفارسي، وهو لا يحب المتنبي ولا يحب شعر المتنبي ويطعن فيه بمطاعنه التي هو يراها، ويستسيغ ذلك ولا أحد يقول له أنت متكلف. وتلميذ الإمام أبو علي الفارسي وهو ابن جني يحب المتنبي ويحاول أن يمدح شعر المتنبي بعكس ما يقوله الشيخ، لكنه بطريقة لا يريد أن يجرح مشاعر الشيخ الكبير شيخه أبو علي الفارسي، ويريد أن يجهر بالحقيقة الموجودة في شعر المتنبي. هذا طبعا عند الناس تكلف، وهو علم غزير عند ابن جني والله أبو علي الفارسي، فكلاهما يقول علما واسعا يعني يعتد به ولا يمكن إنكاره. أضف إلى ذلك مفاهيم النحو عند أهل البصرة والله عند أهل الكوفة، وهل النحو سنة متبعة أو هو اشتقاق، إلى ما ذهب إليه أهل النظر في هذا الشأن، وما يقوله علماء النحو في أهل البصرة وما يقوله علماء النحو في أهل الكوفة، ويختلفون اختلافا كثيرا جدا، وفيما بين سيبويه والكسائي وفيما بين فلان وفلان وفلان وفلان. إذا نظرت إلى ما هو مكتوب في الكتب التي جاءتنا عنهم تجد تكلفا ظاهرا. تعال لأهل العقائد، علماء العقائد، كثير منهم ينص على أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، يعني جيش كبير جدا من علماء الأمة الإسلامية عندهم في النار لأنهم أشاعرة. شارح صاحب فتح الباري، ابن حجر، النواوي، الرافعي، فلان، يعني فطاحلة علماء الأندلس يخرج منهم ثلاثة أنفار،
ابن عبد البر وابو عمر الطلمنكي وصاحب الرسالة وباقي علماء الأندلس كلهم عندهم أشاعرة وكلهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، أي لا يتضمنهم الحديث إلا من أنا عليه هذا تكلف طبعا لأجل خطأ ولا خطأين أو ثلاثة أخطأوا فيها وهم مخطئون يعني، ولم يكن واحد منهم معصوم أصلا، ومع ذلك يحكمون عليهم بهذا الحكم، هذا التكلف. فما الذي يجعل التكلف فقط عند أهل التجويد وإقامة المدود أربع حركات وست حركات وحركتين وغيرهم من العلماء الذين تكلموا في الأصول، الذين تكلموا في 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 يعني الفرائض، الذين تكلموا في الفقه، الذين تكلموا، لماذا لم يكونوا متكلفين؟ ما زال إلى الآن أناس يقولون إن الصلاة تقوم على حديث المسيء، ليس فيها لا سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى، ولم يذكر فيها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أبدا، حديث المسيء وبس. طب يا مسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم علم الدين وعلم أشياء كثيرة، لماذا تتركونها ولماذا تعرضون عنها؟ أليس هذا من التكلف؟ قال لا حد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أبدا، حديث المسيء وبس. طب يا مسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم علم الدين وعلم أشياء كثيرة، لماذا تتركونها ولماذا تعرضون عنها؟ أليس هذا من التكلف؟ قال لا حديث المسيء، حديث المسيء هو اللي ثابت عندنا. هذه أمور كثيرة جدا في يعني لا يخفى على علمكم وعلم الإخوان أن العلوم كلها فيها التكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يسمع لقراءة أبي موسى الأشعري وهو في بيته كان يقرأ القرآن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته، فلما انصرف ورآه في اليوم التالي قال له: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة. فقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبير، يعني كان عندي حاجة أحسن من كذا أسمعك إياها لأنك بتسمعني، وأنا كنت أقرأ لنفسي في هذاك الوقت. أليس القراءة التي ذكرها أبو موسى أنه عنده ويستطيع أن يفعلها تكلف زائد عن هذا الحد الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ كل الأمور في العبادات إذا لم تتكلف لها فلا تكون في أكمل وفي أوجها وفي أجمل حالاتها، لا بد من التكلف. ولكن هناك زيادة عن التكلف، زيادة مخلة، يعني لما أنت يجيبوا لك كوباية شاهي مثلا وتحط فيها حجرة سكر، إيه معقولة، حجرتين مقبولة، لكن إذا حطيت فيها 10 حجرات سكر أصبح سكر ومعه شاهي، ما أصبح شاهي، فانتقلنا من مسمى إلى مسمى. فكل شيء إذا زاد فيه الأمر يصبح التكلف غير مقبول. أما إذا في الحديث الصحيح أن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. كيف أحسنوا الذبحة؟ قال: فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كل هذه من الأمور التي فيها تكلف، ومع أنه المطلوب هو أن تذبح الشاة وتنحرها بحيث أنه تنقطع هذه
الأوردة ويخرج الدم وخلاص. لكن ما هذه الشروط؟ وأن ذكر أيضا أن لا تجعل شاة مذبوحة أمام شاة أخرى وكذا، هذه تكلف، ولكنه تكلف محمود، تكلف رغبت الشريعة فيه. فلذلك نحن الآن يجينا واحد يقول والله هذا تكلف التجويد أو بدعة التجويد، والله على كيفك، ما تبغى تتعلم كيفك، يعني هذه اختيارية أنت تختار، تبغى تتعلم الله يحييك، ما تبغى تتعلم مع السلامة، لأن هذا علم يرغب فيه من يرغب فيه ويعرض عنه من يعرض عنه، وهو اختار.